دو ميداي دور، واحدة سمعناها مقاسمة والثانية حفظوا القاسمة. كين ما كاش لي يدير هذا الشيء بالعيني خير منهم. بدر الدين بوعناني ويعتمد عليه لأنه هذا بطل حقيقي واللي شرف الجزائر وراء. أنا بالليلي لاعب منتهي، لاعبين يكونوا شبان، لاعبين قادرين يقدموا لك الإضافة. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. راح نتكلموا على المنتخب الجزائري وراح نتكلموا على اسكندر البطل الجزائري المتحصل على 2 ميداليتين ذهبيتين، ولكن قبل كل شيء راح نبداو بعلي بن شيخ المحلل تاع قناة الهفاف اللي تكلم على يوسف بالليلي وقال انه يوسف بالليلي خير من العديد من اللاعبين المتواجدين حاليا في المنتخب الجزائري. هذا الامر راح نتكلموا فيه بعد ما تسمعوا كلام علي بن شيخ. عنده مع انه اليوم كان عنده ربما مكانته في التعداد يوسف بالليلي، عنده مكانته في التعداد ده صادر في هذا الافق في الجروب هذا، في هذا الجروب عنده احسن من بعض العناصر، احسن من بعض العناصر. ولو يقولوا فيه واش يقولوا اللي يقولوا فيه واش يقولوا، ويقول لك ما يديش ديفوندي، ما ديفونديش بصح يبروفوكي كري لو دونجي خويا بارفوا بلي بلافورفوكاسيون يخرج لك لافونسوت وحده شونجمون دال. انا حبيت نقول لك هنا كي ما كاش لي يدير هذا الشيء بالليلي خير منهم. كما سمعتوا معنا كلام علي بن شيخ انه بالليلي خير منهم، قال لك ما كانش لاعبين اللي يديروا التنشيط الهجومي، لاعبين اللي مدوا توزيعات جيده، تمريرات جيده. كنا نتفقوا انه يوسف بالليلي لاعب موهبه ولاعب جيد ولاعب يقدر يقدم الاضافه، ولكن ايضا باش ما نكونوش متناقضين وما نكونوش يعني نتكلموا بالعاطفه ونتكلموا بالمنطق وبالارقام وبالاحصائيات، يوسف بالليلي حاليا مستواه تراجع. يعني كاين الناس لازم تافونسيو معنا شويه في العصر، تافونسيو معنا في الدنيا شويه، تتطوروا معنا شويه، لانه الدنيا راهي تتطور، ما راناش حابسين وين كنا. الناس راهي تتقدم، العمر راهو يزيد، الناس تكبر، المستوى راهو ينقص. يوسف بالليلي ما بقاش بالليلي اللي كنا نعرفوه، بالليلي اللي راوغ اللي سدد اللي سجل اهداف اللي 90 دقيقه يقدم لك مستوى جيد. بالليلي انا نشوفه حاليا ما يقدرش يلعب 90 دقيقه كامله، وما يقدرش يقدم لك مردود كبير ومستوى كبير كما كان يقدمه مع المنتخب الجزائري من قبل. من قبل وقتاش؟ 2019 2020 2021. بعدها انا بالنسبه لي بالليلي مع المنتخب الجزائري فترة فراغ كبيرة، والانتقالات في الأندية تاعه والمشاكل اللي عنده والمشاكل الانضباطية اللي خلات بالليلي يوصل انه مستواه ينقص وبدنيا ماهوش جاهز 100%. شفته مع فريقه كيفاش لعب، كيش كذا لعب، يلعب واقف. علي بن شيخ واش قال لك؟ قال لك بالليلي يقولوا عليه ما يديفونديش، ما يدافعش، وما يرجعش يساند زملائه ويعاون زملائه. هذا الكلام اللي قال لك نورمال على بالليلي. علي بن شيخ كان ينتقد رياض محرز على هذا الامر، قال لك لازم محرز يرجع ويدافع ويفتك الكره ويضغط مع زملائه. هذا الكلام وهذه الامور هي منطقيه وطبيعيه ولازم تطبق على كل اللاعبين في الكره الحديثه. الناس اللي تتفرج كره لازم هذه الامور، لازم المهاجم والجناح يرجع يغلق المنافذ، يغلق مكانته، يكوفري زملائه، على الاقل يرجع حتى ورا السونتر شويه انه يحاول يفتك كره ويضغط على الخصم. ولكن هذا الامر شفنا انه بالليلي ما يديرش هذه الحاجه، بالليلي يبقى واقف. زائد كذلك انه بالليلي كما قلنا مستواه تراجع. انا حاليا نشوف بالليلي مع كل احتراماتي ليه ما قدم للمنتخب الجزائري، انه نشوف حاليا ما عندوش مكانه في المنتخب الجزائري، ما عندوش مكانه في المنتخب الجزائري. لازم انا نشوف على المدرب انه يحاول يشوف بدر الدين بوعناني ويعتمد عليه، لانه نشوف بدر الدين بوعناني لاعب جيد عنده امكانيات رائعه صغير في السن، لازم ضخ دماء جديده. انا نشوف بدر الدين بوعناني يقدر يلعب في المنتخب الجزائري ويقدم اضافه حتى افضل من المستوى اللي راه يقدمه رياض محرز حاليا، لانه حتى محرز مستواه تراجع. بالرحمه رانا نشوفه بدنيا مليح، يجري يطلع كذا، ولكن الفعالية الهجومية غير موجودة، يوصل فاس فاس مع المرمى ويضيع. وفي هذا المستوى العالي تاع كرة القدم في تصفيات كأس إفريقيا وفي كأس إفريقيا وتصفيات كأس العالم لازم تستغل كل أنصاف الفرص حتى تكون هي أصلا ماهيش فرصة، تخلق منها فرصة وتسجل منها هدف. لازم تكون لاعب تقدم كل ما عندك، بالرحمة ما شفناش يقدم كل ما عنده. بالليلي مستواه تراجع،
محرز ايضا مستواه تراجع بدنيا، ماهوش محرز كما نعرفه، معليش عنده امكانيات فنيه يقدر يصنع لك في اي وقت، ولكن ما يقدرش ايضا هو كذلك نشوفه يلعب لك 90 دقيقه كامله بمردود مستقر. بدر الدين بوعناني لاعب صغير امكانياته كبيره، يقدر يقدم الكثير للمنتخب الجزائري. فارس شيبي اللي مرتين متتاليتين فلاديمير بيتكوفيتش ما يستدعيش للمنتخب الجزائري، وعلامة استفهام كبيرة حول هذا الأمر، رغم أنه اللاعب متألق مع نادي ويقدم إضافة ويسجل أهداف ويصنع أهداف وأكثر لاعب مقدم تمريرات، غير موجود في المنتخب الجزائري. أنا نحب نشوف المحللين تاعنا على الأقل في القنوات يتكلموا كيسمعوهم الناس وكيشوفوهم، كي تتكلم على لاعب وطالب بلاعبين، لاعبين يكونوا شبان، لاعبين قادرين يقدموا لك الإضافة، لاعبين تبني عليهم حاضر المنتخب الجزائري ومستقبل المنتخب الجزائري، لأنه باش تجيب بالنسبة لي أنا بالليلي لاعب منتهي، لاعب أول حاجة غير منضبط، لاعب ماهوش في مستوى كبير، مستوى أقل من عادي، عنده مهارات، عنده مراوغات، حتى بالليل نرجع لمستواه مع المنتخب الجزائري في المباريات الأخيرة، يدير مراوغة زوج، يدير تيبو، يديرها ستوري في الانستغرام، هذا وش فعله، والمنتخب الجزائري خاسر في المباراة. لازمني أنا لاعب محارب، لاعب اللي يقدم الإضافة، لاعب يلعب، من بعد ديرها في ستوري، ديرها وين حبيت. على كل حال، أنا بهذا الأمر بالنسبة لي نشوف ما لا أتفق. لا أتفق مع علي بن شيخ أنه بالليلي عنده مكانة في المنتخب الجزائري، ما عندوش مكانة في المنتخب الجزائري حاليا، وحكايته نشوفها انتهت. كاين الناس ممكن يختلفوا معي في الرأي ويقول لك كيفاش وكذا، وانت عندك مشكل مع، ما عنديش مشكل مع حتى جوار، وما عنديش مشكل مع حتى لاعب، أنا عندي مشكل مع اللاعبين اللي ما يقدموش الإضافة. تقدم الإضافة مرحبا بك، ما تقدمش الإضافة ما عندنا ما نديرو بك، لأنه أنا عندي المنتخب الجزائري فوق كل شيء. لا أقدس لاعبين، لا أقدس مدربين، لا أقدس أي شخص، أحترم الأشخاص على ما يقدمونه للمنتخب الجزائري، ولكن لا أقدسهم. قدمت حاجة مليحة نقول لك أعطيك الصحة، ما قدمتش حاجة مليحة نقول لك باللي راك غلطت وراك سيء ولا تستحق المكانة. لازم نكونوا صارحين، ولا للعاطفة في كرة القدم، العاطفة هي اللي تفسد كل الأمور. والآن راح نتكلموا على البطل الجزائري اسكندر اللي جاب 2 ميداليتين للجزائر بجدارة وباستحقاق، برافو عليه، هذا بطل حقيقي واللي شرف الجزائر ورفع علم الجزائر عاليا ودو النشيد الوطني الجزائري في باريس في فرنسا، رغم أن في كل الأعداء. كما راكو تشاهدوا معنا هذا الفيديو، 1 2 3 وفيفا لاجيل، هادو دو ميداي دور، واحدة سمعناها قاسم والثانية حفظوا قاسم، هيا الجزائر عايشك. كما سمعتوا معنا كلام اسكندر البطل الجزائري، برافو 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 عليه، كما قال لك الأولى سمعنا لهم قاسما، الثانية حفظناهم قاسما في فرنسا، برافو 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 عليه. هذا البطل والابطال هذو تاع بارا الاولمبية ذوي الاحتياجات الخاصة، لازم ان شاء الله كيجي ويرجعوا للجزائر يكرموهم ويستقبلوهم استقبال جيد، لانهم شرفوا الجزائر احسن تشريف، وما زالهم رام يقدموا للجزائر. وبرافو على اسكندر، لانه مش اول مرة يجيب ميداليات ذهبية للجزائر، دائما يشرف الجزائر ودائما يجيب ميداليات مش من اليوم. برافو على هذا البطل، ونتمنوا له كل التوفيق، ونتمنوا كل التوفيق لكل أبناء الجزائر في أي مجال يشرفوا الجزائر، يستحقوا منا الاحترام. على كل حال ما تنسوش تعطونا رأيكم على كل المواضيع وعلى كل الأمور اللي تكلمنا عليها، لأنه رأيكم مهم جدا، حتى ولو الناس اللي يختلفوا معايا في الرأي عادي جدا، مرحبا بهم، ما عنديش مشكل، هذه هي الرياضة وهذه هي كرة القدم، كل واحد عنده رأي وكل واحد عنده وجهة نظر مختلفة، ما راش نكونوا متشابهين على كل حال، ولكن لازم نتفقوا في حاجة، لازم كلنا نكونوا نصبوا في مصلحة المنتخب الجزائري ومصلحة بلدنا الجزائر. السلام عليكم وتحية الجزائر.